السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية عاشر اليوم بدنا نحل يا عاشر أسئلة صفحة اه تسعة وثمانين مراجعة الوحدة أسئلة ضع دائرة عندي في السؤال الأول وحدة قياس معدل التدفق الحجمي للماء طبعا يا عاشر بما أنه التدفق الحجمي دلتا في على تي ودلتا في عبارة عن الحجم دائما بنقيس الحجم بمتر مكعب والزمن اللي هو يا عاشر بده يكون بالثانية إذا متر مكعب لكل ثانية أي مما يأتي يعد تطبيقًا أو مثالًا على قاعدة أرخميدس، مقياس فنتوري، مقياس كثافة السوائل، المرذاذ، أجنحة الطائرة، طبعًا يا عاشر فنتوري والمرذاذ وأجنحة الطائرة كانت أمثلة على برنولي، إذًا مقياس كثافة السوائل اللي هو مثال على أرخميدس. من خصائص المائع المثالي التي تميزه عن المائع الحقيقي طبعا حكينا يا عاشر في إله خاصيه مميزه بتميزه عن جميع الموائع انه غير دوامي المائع المثالي عاشر دائما بيكون غير دوامي كتبت لكم اياها بالتلخيص قوه الطفو لسبيكه وزنها في الهواء 600 نيوتن وزنها في الماء 200 نيوتن قد ايش قوه الطفو يعني يا عاشر في الهواء 600 وفي الماء 200 بدنا نقصهم من بعض حتى نطلع قوه الطفو لانه احنا حكينا قوه الطفو بدها تكون الفرق بين وزن هاي الجسم بالهواء ناقص وزنه في الماء ودائما حكينا بيكون وزنه في الهواء اكثر من وزنه في الماء عند هبوب الرياح بشكل افقي فوق فتحه مدخنه كيف يتاثر الدخان الصاعد في المدخنه هلا يا عاشر هل يرتفع الدخان بسرعه اكبر في المدخنه ولا يندفع الدخان إلى الأسفل في المدخنة، يرتفع الدخان بسرعة أقل في المدخنة، لا يتأثر الدخان الصاعد في المدخنة، المدخنة يا عاشر بتتميز إنه الفتحة تبعتها بتكون عندنا كتير قليلة أو صغيرة، وإحنا حكينا كل ما كان عندي المساحة أقل وأصغر والقطر أقل، وإذا تكون سرعة اندفاع المائع أكتر وأنا عم بحكي هون عن مائع لأنه غازات والغازات برضه موائع، إذا رقم ألف رح يرتفع الدخان بسرعة أكبر في المدخنة. في أي من الأشكال الآتية يمثل ما يحدث للماء عند جريانه في مقياس فنتوري؟ طلعوا يا عاشر هلا معطينا هون هل إنها بتصير عندي السرعة الأولى تساوي الثانية؟ هل السرعة الأولى أكبر من السرعة الثانية؟ هل السرعة الأولى أقل من السرعة الثانية؟ أم السرعة الأولى أكبر من السرعة الثانية؟ طبعا يا عاشر راح تكون عندي السرعة الثانية هي الأكبر من السرعة الأولى لأنه دائما حكينا في مقياس فنتوري برضو نفس الشيء يا عاشر اطلعوا على الأنبوب الضيق اللي صار عندي هون. هلا هون بما انه انبوب ضيق معناها رح تصير سرعه الماء مالها اكثر في تدل على السرعه وحكينا برضه في لما ينتقل المائع او السائل من المساحه اللي بتكون عندي كبيره لمساحه اقل رح تزيد عندي سرعه الماء المساحه هون كتير كبيره والمساحه هون ضيقه اذا يا عاشا شو بصير في السرعه هون هي مثل ما احنا شايفين بتصير اكتر اذا في2 اكبر من في1 مش تساوي ولا اصغر ولا اقل طبعا هون الصوره يا عاشر حاطينها خطا انه في2 اكبر من في1 صح بس طلعوا قديش حاطين كميه السائل اذا خطا بيكون عندي هون رقم سبعة يا عاشر عند انتقال السفينه من الماء العذب الى ماء البحر فان كلا من قوه الطفو وحجم الجزء المغمور من السفينه بعد اتزانها في مياه البحر مقارنه بالمياه العذبه على الترتيب ايش بصير يا عاشر بالقوه وشو بصير عندي بالحجم هلا يا عاشر بما انه قال لك من مياه مالحه الى مياه عذبه المياه العذبه اهم شيء بدكم تعرفوا يا عاشر انه كثافتها بدها تكون اقل من كثافه المياه المالحه بما انه الكثافه اقل شو بيكون الحجم اكثر اذا اكيد ما راح يكون الحجم قليل ولا ثابت ولا انه آه راح يضلوا كمان قليل راح يزداد الحجم لانه الكثافه بتقل القوه يا عاشر ما لها دخل في هاي الحاله قوه الطفو راح تضلها ثابته في جميع الاحوال بس انه مين راح يزيد عندي راح يزيد عندي عاشر الحجم أي العبارات الآتية صحيحة بالنسبة إلى جسم يطفو على سطح سائل؟ إذا كان عندي جسم بيطفو على سطح سائل، هل حجم السائل المزاح يساوي حجم الجسم؟ هل قوة الطفو أكبر من وزن السائل المزاح؟ هل وزن السائل المزاح يساوي وزن الجسم في السائل؟ ولا حجم السائل المزاح يساوي حجم الجزء المغمور من السائل؟ جسم يطفو على السائل بده يكون يعاشر، طبعاً إحنا حكيناها هاي طبعاً بقاعدة أرخميدس، إنه وزن السائل المزاح. قديش بكون؟ بكون بيساوي وزن الجسم في السائل. هدول يا عاشر نحلهم على الكتاب وان شاء الله بحسن برضه برضو رح نرجع نناقشهم مع بعض ويعطيكم الف عافيه.